ماشي. كلام نهائي إشارة الكابتنة بالأقدمية، ده كلام نهائي حدد المنتخب بقيادة الكابتن حسام البدري. إشارة الكابتنة المنتخب هتكون بنظام الأدبية. النهاردة منتخبنا الوطني اتجمع ومعايا ضيف مهم جدا جدا جدا، كابتن عماد النحاس نجم النجوم هيكون معانا النهاردة عشان نعرف منه حاجات كتير جدا. ده التجمع النهاردة لمنتخبنا الوطني بدون محمد صلاح وبقيادة الجهاز الفني الجديد، كابتن حسام البدري، كابتن أحمد أيوب، كابتن طارق مصطفى، كابتن سيد معوض، كابتن محمد بركات متواجد مع منتخبنا الوطني. طيب، لأن انتوا عارفين كان في اقتراح ان محمد صلاح يبقى ياخد شارة الكابتن. محمد صلاح جاي بكرة مصر ان شاء الله بإذن الله بعد ما كان في أبوظبي.